كثير من ابائنا وامهاتنا دائما يقولون لنا يا زين رمضان زمان وايامه واجواءه. حبينا احنا نقدم لكم هذه الفقره ونشوف مع بعض كيف يستقبلون شهر رمضان المبارك. كانت الوسيله اللي يعرفون فيها شهر رمضان هي هذا التلفزيون. نشوف مقطع من اعلان دخول شهر رمضان المبارك عام 1409، كان يقدم هذا الخبر الاعلامي القدير الاستاذ عبد الرحمن يغمور. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من الديوان الملكي جاءنا من مجلس القضاء الأعلى ما يلي: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد، فقد ثبت شرعا لدى مجلس القضاء الأعلى دخول شهر رمضان المبارك لعام 1409 هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق 30/8/1409 حسب تقويم أم القرى، المقابل للسادس من إبريل 1989 ميلادية، وذلك بشهادة شاهدين عدلين. وبهذه المناسبة فإن مجلس القضاء الأعلى يسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للعمل الصالح، وأن يتقبل منهم صومهم، ويجمع شملهم على الحق، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وكان أيضا قبل الفطور وبعده يجي برنامج الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه وسكن الله فسيح جناته، كان اسم البرنامج على مائدة الإفطار، كان أطول برنامج ديني يعرض في الإعلام العربي، استمر قرابة 25 سنة. واللي كان يميز البرنامج هو بساطة الشيخ اللي قدم روح الإسلام الحقيقية بعمقها ووعيها وتسامحها. وعند توقف البرنامج افتقد كثيرين نكهة رمضانية مميزة عاشوا معها. واقع في يعني مضيق عليك في الرزق، تريد سعة، تريد رزقا جديدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب. فالمسلم شوفوا، أول شيء يعتقد أن الرزق مقسوم. هل معنى هذا أنه إذا كان رزقي مقسوماً أني أرضى وأقعد ولا أوسع تجارتي ولا أسعى إلى رفع درجتي إذا كنت موظفاً؟ لا لا لا، تعمل كل هذا، عليك أن تعمل، تبذل جهدك كله المشروع. ارتبط في ذهن كثيرين صوت لقراء الحرم المكي الشريف بأصواتهم العذبة والشجية. من أشهر هؤلاء القراء الشيخ علي جابر رحمة الله عليه، والشيخ عبد الله الخليفي رحمة الله عليه أيضا، والشيخ محمد سبيل الله يرحمهم جميع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لعل صور المشايخ الكبار علي جابر والشيخ الخليفي والشيخ أيضا، نتكلم على الحذيفي، نتكلم على مشايخ كبار كانوا موجودين في الحرم المكي، الشيخ السبيل أيضا، هذه صورهم كثير من الناس ما كانوا يعرفون صورهم، لكنهم يعرفون أصواتهم جيدا، تتلمذ كثير من الأئمة على أصواتهم الشجية. كان من أهم برامج المسابقات في رمضان برنامج حروف اللي بدأ عام 1408 في التلفزيون السعودي، قدمها العديد
من الإعلاميين أبرزهم الإعلامي الراحل الأستاذ ماجد الشبل، كانت تقوم فكرة البرنامج على اشتراك فريقين، فريق أحمر وفريق أخضر، يجيبون على الأسئلة بسرعة. نشوف مقتطفات من هذا البرنامج. حرف الهاء بفضل الله ثم برعاية وعناية خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بصحة المواطنين أصبح لدينا أسطول من المستشفيات الطبية الطائرة. نعم أيوة محمد نعم. الآن دور الأحمر ليستوعب السؤال ويتعادل. بفضل الله أولا ثم برعاية وعناية خادم الحرمين. مسلسلات كثيرة كان يتابعها الطيبين، مسلسل طاش مطاش اللي كان من بطولة الفنان ناصر القصبي وعبد الله صدحان، اللي بدأ عرضه عام 1413 استمرت أجزاء ما بين كم سنة انقطع، لكن هو استمر 17 أو 18 سنة. نشوف مقاطع منه. هيركوليز Mataj, 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 m